احد الاشياء اللي بتصير عندي في الماجنتيك سيركت وهي مهمه للوسس في الماشينز، يعني احد اهم مصادر اللوسس في الماشينز هي الهستريسيس والايدي كارنت لوسس، بالاضافه طبعا للميكانيكال لوسس زي الفريكشن والويندج، بس احد اللوسس اللي موجوده المهمه لازم نعرف عنها هي الهستريسيس والايدي كارنت لوسس. راح ابدا بالاول احكي عن الهستريسيس لوسس. تذكر لما طلعنا على الكيرف، طلعنا على البي اتش كيرف، هذا ممكن احطه كبي اتش كيرف، اتش وحدتها امبيرز بير لتر، شباب الزين سلام، هون عندي ماجنتيك فلوكس، ماجنتيك فلوكس دنسيتي، إذا عندنا هون أي أحد الأشياء ممكن نرسمها هي الـ VH curve، أو إذا ما بدي أحطه B و H راح أحطه MMF، والـ MMF الرمز إحنا ما استعملناه هون، بس أحد الرموز للـ MMF هي زي F الشكل الغريب هذا مرسومة، واللي وحدتها أمبير تيرنز. لو استعملتها MMF هون إيش بتصير هناك عندي؟ فلكس إيش كان رمزه؟ ماجنتيك فلوكس فاي، ولو كانت وحدته ايش؟ ايش وحدة ماجنتيك فلوكس؟ ويبر. وهون لو كانت في راح تكون وحدتها هون تسلا، انا هون راح اخليها بي اتش كيرف، فراح امحي هذا، ما راح نستعمل هذا، ممكن استعمل اي واحد منهم، بس راح نستعمل احنا الحاله هاي، راح نركز على بي اتش كيرف. ايش ميزه البي اتش كيرف على الام ام اف او الماجنتوموتيف فورس فلوكس كيرف؟ بصير الماده، بصير اندبندنت اوف دايمنشنز، بصير الماده، فلا ممكن اجيب ماده معينه اقول هي البي اتش كيرف لهي الماده، ممكن انت تخترع ماده جديده او تكتشف ماده جديده تكون البي اتش كيرف تبعها بيختلف عن البي اتش كيرف الاصلي، اذا بطلت اهتم بالطول تبعها، بالعرض، بالارتفاع، بالدايمنشنز، بركز بس على الماده هون، علاقه ما بين الماده. شو واحد الظواهر اللي شفناها؟ هلا احنا بنبدا الانبوت اللي احنا بنتحكم فيه شو هو؟ اتش تمام، او الام ام اف، والاوتبوت اللي ببين معي شو هو؟ بي، اللي هو مغناطة المادة، قديش المادة بتتمغنط، أو الماجنتيك فلوكس دنسيتي بالحالة هاي اللي هي بي بدل ما تكون فاي اللي هي ويبرز بير سكوير متر. والمغناطة شو معناها؟ إنه الدومينز بتعمل ألاينمنت لنفسها، مش هيك؟ بلاقي المادة بدأت تعمل ألاينمنت لنفسها، الدومينز الموجودة في هاي المادة المغناطيسية اللي هي فيرو ماجنتيك بتبدأ تعمل ألاينمنت لنفسها بالاتجاه تبع الفلوكس، لكن بوصل مرحلة معينة شو بصير؟ ساتوريشن. اذا انا لو بديت الان، خلينا نفرض اني بديت من قيمه معينه، او بعد ما ابدا بالكيرف اورد راح اويت الاقي هاي هون بدات تقريبا وصلت قيمه ساتوريشن، نزلنا من هون وصلنا هون الريمننت ماجنتيزم او الريتنتيفيتي سميناها، اللي هي كميه الريزيجوال ماجنتيزم اللي ضايله، بعدين عكسنا اتش من هون عشان نلغي هاد، فصار عندي هون الكويرسيفيتي، قديش احتجت اعكس اتش بحيث اني انزل بي او الماجنتيك فلوكس دنسيتي لزيرو، وبعدين عكس هذا بصير في هون، بصير نفس الشيء عندي هون ساتوريشن بنفس الطريقه وكمل. وهذا الكيرف سميناه، هذا هو البي اتش كيرف اللي هو هيستريسيس، شكله في ظاهره هيستريسيس كيرف، لكن هذا هو البي اتش كيرف لهي الماده، بهمني النقطه هاي والنقطه هاي وكميه الساتوريشن اللي بتصير عندها، اللي عندها بوصل قد ما ازيد اتش بعدين خلص هذا راح يضل وصل الساتوريشن. معنى وصل الساتوريشن يعني شو صار بالدومينز؟ كلها صارت تشبع، كلهم رتبوا حالهم باتجاه الهاي، ما ضلش شيء، ما ضل شيء يترتب اكثر من هيك، وصلوا قيمه الساتوريشن. هلا هاي العمليه، نعم تفضل. ماكسيمم خلص، ما فيش شيء، ما في شيء اخر. هلا هو في الواقع ما راح توصل خلص النهايه، راح يصير في زيادات بسيطه جدا، بس احنا تقريبا من ناحيه عمليه بنعتبر انه وصل هون الساتوريشن تبع هاي الماده. وعلى فكره المصمم اللي بده يصمم الماده هاي واللي بده يصمم المشين بده يعرف الاشياء هاي، بياخذها بعين الاعتبار، بده يعرف ايمتى هاي بتوصل الساتوريشن حتى يعرف قديش بي بتكون، لانه بي بعدين شو حكينا بولد عندي تورك، بيعمل لي تورك في الماتور او بالترانسفورمر راح يعطيني اوتبوت فولتج، فدي مهمه لان هي الاوتبوت والانبوت اللي انا بتحكم فيه هو اتش. هاي العمليه عمليه الدومينز لما بعمل لهم اورينتيشن وبرد برجع بعمل لهم دي اورينتيشن، عمالي بحط طاقه بالسيستم، في خساره. اذا عندي احد اول اللوسز اللي بتصير عندي
في هاي الدائرة المغناطيسية الهستريسيس لوسز. والهستريسيس لوسز نقدر نثبت، ما راح ادخل في اثباتها من هون، بتساوي لكل سايكل، يعني لاحظوا هذه سايكل، يعني مش انا زدت 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 وصلت الماكسيمم، نزلت من هون وصلت المينيمم، بعدين رديت زدت مره ثانيه، يعني لو بدي احط هون مش بحط السهم هيك هون، بحط سهم هيك مزبوط، هذا السهم مهم لانه بفرجيني الاتجاه الزياده واتجاه النقصان. كل سايكل من السايكلز بعمل فيها زياده ونقصان وزياده وبرجع لنفس النقطه، خسرت انا عدد من الجولز، مش هيك؟ جولز وحده ايش؟ طاقه. ففي طاقه انا حطيتها حتى امشي في العمليه هاي. كميه الجولز هاي هي مساحه الهستريسيس كيرف. هاي المساحه لو قدرت اكملها احسب هاي المساحه كلها، راح تكون هاي وحدتها، اذا هذا في اتش كيرف راح تكون هذه وحدتها بالجولز. اذا الهستريسيس لوسز، هستريسيس لوسز بير سايكل، يعني كل سايكل بعملها هيك بتساوي الاريا اوف بي اتش كيرف. واضحه هاي؟ هلا هون وحده اللوسز، وحده الانرجي هي جولز مش هيك؟ الاريا هاي شو راح تكون؟ عباره عن حاصل ضرب ايش الاريا؟ راح تكون هاي هذا اليونت في هاي اليونت، مظبوط؟ مش لمستطيل، ايش المساحه تبعت المستطيل؟ مش هيك؟ فهذه هون كاريا في هون وحده اتش ووحده بي من هون. بدون ما نثبتها وحدة H في B بتساوي جولز. يعني امبيرز بير متر مضروبة في تسلا اللي هي ويبرز سكوير متر، هذه راح تعطينا جولز، وحدة جولز. اللي هون امبيرز، امبيرز بير متر، ويبرز بير سكوير متر. رح تعطيني هون جولز، وهي بتكون هي اللوسز بالجولز بير سايكل، اللوسز اللي بتصير عندي في كل سايكل من هون، هذا رح تعطيني الانرجي دنسيتي. رح تعطيني جولز بير كيوبيك متر، بدي اضربها بالفوليوم. طيب يعني هي ريليتد للانرجي بس لازم اضربها، لازم اضربها بالفوليوم. نعم، هاي الوحده اللي هون، هذه امبيرز بير متر، وحدة ايش؟ اتش. ويبرز بير سكوير متر، وحدة تسلا من هون. هلا انا بس في شغله ما ذكرتهاش، انه هذه تطلع بير كيوبيك متر، هي هاي الانرجي دنسيتي. ما بهمكم يعني، المهم هلا تهتموا فيه انه هاي بتعطيني كميه الانرجي، كميه اللوسز اللي بخسرها في سايكل وحده، وهي عباره عن لوسز. نعم؟ اريا اوف بي اتش كيرف. دكتور انت ما بتقدر تشتغل قانون تطلع الجول، بس انت يعني اخذتها لانه الكيرف بيعطيك انرجي. لا لا، بتقدر انت لو اشتغلت من الفيرست برنسبلز تقدر تثبت انه ويبر في امبير لكيوبيك متر بيساوي جولز من الاس اي يونتس. ما راح ادخل فيها هاي، بس بامكانك انت ترجع للاس اي يونتس. ايش الاس اي يونتس الاساسيه اللي بتهمك في الحاله هاي؟ اللي هي الكيلوغرام، متر، سكند، امبير. اذا رجعت للاس اي يونتس الاساسيه بامكانك تثبت انه هاي وحدتها هي جولز بكيوبيك متر، بعدين بتضربها بفوليوم تعطيك جولز، بتطلع هي الانرجي. بس انتوا اللي بهمك ان هاي المساحه، المساحه اللي موجوده هون بتمثل الهستريسيس لوسز اللي بتصير بالسيستم. اذا هاي اول احد الاشياء. طب لو كان هذا خط مستقيم قديش بتكون اللوسز؟ لو ما كانش في عندي هستريسيس كيرف، لو كان خط مستقيم ليش؟ لانه مساحه بتكون زيرو. بس كل ما زادت هاي المساحه معناها انا عمالي ببذل جهد اكثر في الاورينتيشن تبع هذول اللوبس اللي موجوده. هذه اول لوس موجود عندنا. النص الثاني، لو جينا اطلعنا على كور ورسمنا هذا الكور بهذا الشكل، خلينا نفترض انه انا حطيت هون كويل في عدد من اللفات ومررت فيه كرنت. ايش تكون عندي هلا هون؟ ماجنتوموتيف فورس اف، والام ام اف هذا ايش راح يولد في عندي؟ راح يحاول يعمل فلكس، مظبوط؟ ماجنتيك فلكس وماجنتيك فلكس انت راح تكون هون. اذا راح يصير في عندي ماجنتيك فلكس موجود هون. هلا العكس كمان صحيح، لو عندي انا ماجنتيك فلكس ماشي، ايش راح يحاول يولد حواليه؟ راح يحاول يتكون يولد عليه حواليه كرنت. يا
يعني انا اذا عندي ماجنتيك فلكس، اذا هذا الماجنتيك فلكس عماله بتغير راح يحاول يتكون حوالين كرنتس. فعندي انا هون فاي ماشي بهذا الاتجاه، ولو انا جيت اخذت الكروس سكشن الاريا هون راح اشوف فاي ماشي في اتجاه معين، راح يحاول يتكون حوالين كرنتس. هذول الكرنتس بنسميهم ايدي كرنتس. هلا اذا بتيجي تطلع على محول، المحول صار له شغال فتره، المحول ومش عم تسحب انت منه التيار، بس رغم ذلك لو حطيت ايدك، عارفين المحولات الصغيره اللي بنستعملها حتى نشحن فيهم حاسوب او لابتوب او هذا، مش تحس فيه حراره وانت حتى لو ما بتسحب منه، في اعمال بصير فيه لوسز. اذا في داخل المحول احد اسباب هذه اللوسز راح يكون الايدي كرنت لوسز اللي موجوده هون. اللي راح يصير الماجنتيك فلكس دنسيتي المتغيره هاي راح يتكون حواليها كرنتس، الكرنتس هاي راح تحاول تمشي بهذا الاتجاه. يعني خلينا نطلع مثلا ناخذ مثال كتاب، هذا نفترضه ماده مغناطيسيه، ماده فيرومغناطيك زي هيك وماشي فيها بهذا الاتجاه ماجنتيك فلكس، والماجنتيك فلكس متغير. اذا هذا اتجاه الماجنتيك فلكس شو حاول يعمل حواليه؟ تيار. التيار راح يحاول يمشي في لوب ايدي كرنت زي هيك، مزبوط؟ راح هون يصير عندي حاول يمشي في لوب، يمشي في لوب حسب الفلكس هذا اللي ماشي في هذا الاتجاه. هل هذا الكرنت ممكن انه يمشي في الماده هاي؟ هاي الماده ايش احنا قلنا لازم تكون؟ اول شيء كان لازم تكون فيروماجنتيك، مزبوط؟ لكن هذا الاضافه لهيك معظم المواد الفيروماجنتيك ايش كمان؟ زي الستيل والحديد، الحديد ايش؟ موصل كمان كوندكتنج للكهرباء. اذا اللي راح يصير لو هاي الماده خليتها صلبه زي ما هي، ايش راح يصير عندي؟ راح يحاول يمشي الكرنت هذا، وراح يمشي كرنتس الصغيره هاي. وين في هون ماجنتيك فلكس؟ راح يمشي الكرنتس الصغيره هاي في الماده. لما الكرنتس هاي تمشي في الماده ايش راح تعمل فيها؟ حراره. راح يصير فيها حراره، الحراره مع ايش تتناسب؟ حراره مع ايش؟ مع الكرنت. كل ما زاد الفلكس راح يزيد الكرنت، والباور اللي بتمشي في الريزستر ايش بتساوي؟ لو عندي مقاومه ومر فيها كرنت اي، ايش الباور؟ اي سكوير. مظبوط. اذا هذا الكرنت اللي موجود هون راح يحمي هاي، راح يصير في عندي لوسز في هاي الماده، هذه الايدي كرنت لوسز سببها. كيف ممكن اخفف من هاي الايدي كرنت لوسز؟ انا ما استفدت منها شيء. بسوي ايش بعمل؟ بدي احاول اعزل، اخفف من ايش؟ هو بس الماتيريال اللي تخفف منها شو بيصير في الار ريلكتنس الماجنتيك بتزيد، فانا بدي الماده هاي بس بدي احاول امنع التيارات الصغيره هاي تمشي في الماده. كيف؟ تمام. اذا لو هذه قطعتها لاحظوا حتى زي الكتاب، كيف الصفحات اللي في الكتاب هون؟ لو انا جيت الصفحات اللي في الكتاب هون عملتها زي صفائح، حجم الصفيحه هاي عملت صفيحه ولزقتها بصفيحه وحطيت بينهم عازل، بالنسبه للماجنتيك فلكس هل راح يتغير المسار تبعه؟ لا. ليش؟ لانه الماجنتيك فلكس ايش المسار تبعه؟ ماشي بهذا الاتجاه مش هيك؟ اذا جزء الماجنتيك فلكس ممكن يمشي بهاي وجزء اللي بجنبها، مين راح يعترض مساره؟ التيار. لانه التيار بطل يقدر يمشي من هاي الصفيحه لهي الصفيحه، صار في شيء كهربائيا عازل ما بين الاثنين. اذا هدول الصفائح ايش راح يمنعوا؟ راح يمنعوا الايدي كرنتس اللي موجوده هون انها تمشي، لكنهم ما راح ياثروا على ما راح ياثروا على الماجنتيك فلكس دنسيتي والماجنتيك فلكس اللي ماشي هون. نعم؟ ايش هو اللي معني تاثير؟ راح يصير في تاثير خفيف، لانه بس قديش عرض الصفائح اللي موجوده هون؟ عرض العازل اللي بين الصفائح خفيف جدا، فبشكل عام صار كانه عندي الماجنتيك فلكس فيه له مسارات مختلفه يمشي فيها، فانا ما اعترضته. اللي اعترضته مين؟ الايدي كرنتس اللي موجوده هون. صار الايدي كرنت بيقدر يمشي هيك بس ما بيقدر يمشي بهذا الاتجاه، فما بيقدر يكمل اللوب تبعته، فاعترضت الايدي كرنتس. هذول شو بنسميهم الصفائح بالانجليزي؟ لامينيشنز. لامينيشنز صفيحه، صفائح معناها لامينيشنز. إذا اطلعوا هلا على هذه القطع، كيف راح أعملها أحولها للامينيشنز؟ راح أجي أقطعها لقطع شكلها كل واحدة منهم زي هيك، فراح تكون هاي القطعة مثلا، القطعة اللي جنبها، وإذا اطلعت على محول أكيد بكون شفتوا محول زي هيك بهذا الشكل. فهاي كأنها مجموعة من الصفائح، كل واحدة شو شكلها؟ كيف شكلها؟ هذا المربع، وهدول المربعات ايش بعمل فيهم؟ ماده عازله، بحط ماده عازله وبلزمهم كلهم بعض. ليش حطيت ماده عازله كهربائيا؟ عشان الايدي كرنت اللي هون ما يقدرش يعمل
سيركيليشن والادي كرنت هون ما يقدرش يعمل سيركيليشن، ما بقدر يرفع طرط البار تبعه، بس مغناطيسيا الدوائر ضلت مكمله، ضلت صار الفلكس يقدر يمشي في كل واحده من هذول الصفائح، هذول الصفائح كلهم متوازيين. اذا الهدف من اللامينيشنز اني اخفف من الادي كرنتس اللي موجوده، وهذا راح تلاقوها في كل ماشين، كل محول، اي محول افتح المحول وتطلع عليه راح تلاقي مبني من الصفائح هاي اللي موجوده هون. اي موتور راح تفتحه من الداخل راح تلاقي انه مكون من هاي الصفائح، بس بدي اختار الصفائح بشكل صحيح. ما بينفع اني اروح كنت اعمل الصفائح مثلا اعملها هيك، لو عملت الصفائح هيك ايش بصير؟ المانيتيك فلكس ما بيقدر يمر، ما فيش له مجال يمر مضبوط. اذا بينفع الصفائح اني اعملها بهذا الشكل، وممكن كان اني اعملها بقدرش اعملها بهذا الشكل لانه الكاميرا راح تعترض، احسن طريقه اني اكمل اللوب اني اعمل الصفائح بهذا الشكل. هذول كلهم لهم نفس الشكل، نفس الدايمنشنز، حطيتهم كلهم جنب بعض ولزقتهم بعازل في ماده زي الفارنش بلزقها بينهم تعطيني بتكمل الماجنتيك سيركت لكنها بتعترض الالكتريك سيركت. اذا هذا اللوس الثاني اللي موجود في الماشينز، ادي كرنت لوسز بيؤدي لحراره ولوسز في نعم. اي واحده لونها بني؟ الماده العازله، الماده العازله بسموها بالعاميه، ايش بسموها بالعاميه؟ في ناس بيقولوا ورنيش او شلك، في ناس بيحكوا شلك، ماده يعني هي زي ايبوكسي، تشبه نوع من انواع الصمغ يعني. زي الغيره. زي الغيره تمام. هلا هاي ميزتها لما بتحطها بحطوها بفرن عاده، بتكون سائله في البدايه، بحطوها بفرن زي الفرن بخليها تنشف وبتمسك بتتماسك بتصير صلبه جدا. وبتعطيني عزل وتستعمل كمان في المحركات، تستعمل في تطبيقات كثيره. الماده بالانجليزي اسمها فارنش. فارنش زي احيانا يعني هي ماده عازله لكن بتكون حادة بالبداية سائلة، بإمكانك تعملها كوتينج تحطها على أي مادة وبعدين تحطها بالفرن عادة، بحطوها بالأفران لفترات طويلة بصناعة المحركات والمحولات، بتتماسك بتصير صلبة جدا وبتعطيني عزل، بتعطيني عزل كهربائي عالي. نعم. بتصير صلبة يعني تنشف، تنشف هاي بتصير صلبة جدا. تعزل كهربائيا مش توصل مغناطيسيا؟ لا ما بتوصل مغناطيسيا، سؤالك كويس، لا بتعزل كهربائيا ومغناطيسيا، يعني هي مش مادة فيرومغناطيك، بس أنا ما عندي مش مشكلة هون لأنه المغناطيس ما بيحتاجها. يعني الماجنت لو أنت طلعت عليه من هون شو في أمامه؟ في أمامه كل الصفائح الفيرومغناطيك مضبوط تمر فيها، اللي بينهم ما بينفعوا، بس ما فيش مشكلة ما اعترضتش أنا طريقه، مضبوط؟ مين اللي اعترض طريقه؟ الإيدي كارنت. الإيدي كارنت جاي في بلين مختلف. مش الماجنت هيك جاي، الماجنتيك فلكس جاي، الادي كرنت ايش البلين تبعه؟ هيك البلين تبعه. انا بدي اعترض هذا البلين وبدي اخليه ماشي بهذا الاتجاه، هذا هيك بسمح لي انه امشي بهذا الاتجاه مغناطيسيا بس ما يروحش يمين ويسار، بس يمين ويسار تمام، منعته انه يروح يمين ويسار، لما منعته منعت الادي كرنت انه يلف. اعترضته كهربائيا نعم. هذا السبب اللي وضعنا فيه الصفائح؟ نعم هذا السبب الرئيسي، السبب الرئيسي ليش بنعمل لامينيشنز اني اخفف من الادي كرنت لوسز، والا راح يصير عندك راح يصير حم زائد في هاي المادة، راح يصير في لوسز عندي، لوسز من الكهربائية، ليش أنا أحمل هذا وأنا مش مستفيد؟ أنا مش مستفيد شيء من الإيدي كرنت لوس، ما بستفيد منه أي شيء. هو لوس، فحتى أخفف منه بعمل الصفائح، هذول مجموعة من الصفائح، بنعمل عددهم يمكن تلاقيهم في محول صغير تلاقي حوالي 20 30 قطعة محطوطة جنب بعض.